سينما أول ما بيفتح بيفتح بالواجهة اللي احنا شايفينها دي، لكن لو هنتكلم على الواجهة الحقيقية هيفتح بواجهة زي دي. دي مش هتلاقوها عندكم، اللي هي الأرقام دي أنا هقول لكم بتيجي منين، بس في الغالب هتبقى الواجهة دي. لما بنيجي نعمل ديزاين لأي حاجة، لو مثلا أنا جيت أحط أوبجكت زي السلندر ده، فأنا محتاج أشوف السلندر من كل المساقط. يعني أنا كده شايفه من فوق، ده التوب فيو، كده أنا شايفه من الفرونت، ده كأني شايفه من قدام من هنا كده، ده كأني شايفه من الرايت من هنا، تمام، أو تحديدا من هنا لأن زد كده، فأنا شايفه من هنا خلاص. وده البرسبكتيف، التلات مساقط دول 2D، التلاتة 2D، يعني زي ما احنا شايفين كده مش هعرف ألف فيهم. أما المسقط ده فده 3D فيو، أو بنسميه البرسبكتيف فيو، أو بنسميه الكاميرا فيو، وات ايفر أي اسم من التلاتة. بس هنا متاح ليا إن لو ضغطت على الزرار ده وكبرت الويندو، متاح إن أنا لو مسكت، خلي بالك بقى من عشان بنتحرك إزاي، لو مسكت Alt مع كليك شمال مع ميدل كليك للماوس هعمل بان، تمام، دي Alt مع ميدل كليك هعمل بان، اللي بيساويها الزرار ده. ولو انا مسكت Alt مع ليفت كليك هلف بالكاميرا دول لي كام بالشكل ده كده، افضل الف فوق وتحت زي ما انا عايز، اللي بيساويها برضو اللي هو الزرار ده. اما السكرول بتاعتي هتبقى، او الزوم هيبقى بالسكرولينج بتاعت الماوس، او Alt مع رايت كليك وتسحب الماوس يمين او شمال، اللي بيساوي دي هنا اللي هو الزرار ده. لو انت ضغطت على طول ميدل كليك جوه اي فيو بورت بيعمل له يا اما مينيمايز يا اما ماكسمايز، يعني بالسكرول بتاع الماوس لو انت ضغطت ميدل كليك فانت بتعمل اسف فانت بتعمل يا اما مينيمايز يا اما ماكسمايز. انا قلت اسف اسف ليه من شويه، لان لو انت ضغطت بالميدل كليك وزقيت الماوس فوق او تحت فانت بتكبر السلكشن بتاع البراش، كانك في فوتوشوب كده، دي البراش اللي انت بتعمل بيها سلكت على الاوبجكتس. ده بالنسبه لازاي نتحرك جوه الفيو بورت. طبعا اللي فوق دي القوائم، القوائم نادرا لما هنطلع نروح نجيب حاجه من القوائم، اللهم الا مثلا مجراف هنستخدمها كتير، كاركتر، بس محدش يتصور ان احنا هنخش موضوع الكاركتر ريج والكلام ده كله ملناش فيه، تمام، برضو هنستخدمها كتير، وقائمه مش، يعني هما كام قائمه هنستخدمهم، الباقي كله موجود في التاجز او موجود في الرايت كليك. بعد كده عندي هنا الشريط ده بتاع الادوات، طبعا عندي هنا السلكشن تول، تمام، عندي بعد كده الموف تول، لو ضغطت وضغطت على اي اوبجكت هيظهر لي الثلاث محاور بتوعه اكس واي زد. خلي بالنا الناس اللي جايه من ماكس، انا مش عارف مايا ظروفه ايه، بس ماكس المحاور دي مقلوبه، زد ده هو اللي فوق وواي ده هو العمق، اما في سينما لا، في سينما اكس بالعرض واي بالطول وزد هو العمق. لو تهت وحتى ما انتش عامل سيلكشن للاوبجكت، هو الراجل رسمهم لك في الفيو بورد، وكمان حاطط لك هنا العلامه دي. ده بالنسبه للموف تول. طبعا لو انا ضغطت كده كده انا بحرك على اكس، خلي بالك لما بتغير كده عندك تحت هنا في حاجه اسمها البوزيشن كوردينيتس، نحفظ المصطلحات عشان فعلا في حاجات مش هينفع تقابل العربي، مش هقدر اقول لك احداثيات الموقع يعني صعب. المهم في البوزيشن انت عندك هنا الكوردينيتس بتاعته هي اللي بتتحرك. لو انا كده لعبت كده حركت اكس، كده حركت زد، كده حركت واي، لو انا جيت هنا عملت 0 0 0 انتر جبته في النص مره ثانيه. ده بالنسبه هنا لايه، البوزيشن كوردينيتس. اما السايز فهو 100 في 200 في 100، اكس واي زد. واحد يقول لي طيب هو ايه الفرق بين السايز
وبين السكيل. بص السايز الاكشوال جيومتري سكيل يعني ايه؟ يعني السايز ده هو الحجم الحقيقي للموديل. لو انا مسكت ده وعملته كده فالسايز بتاعه بيتغير. بص السايز بيتغير على مين؟ على اكس وزد. حلو. لكن لو رحنا للكوردينيتس، طبعا اي اوبجكت بينزل هنا بينزل له هنا الخواص بتاعه وهتكلم عليه بالتفصيل، بس كوردينيتس انا عندي هنا ايه؟ السكيل ما اتغيرش على الرغم ان السايز اتغير. يعني انا لو عملت كده السايز بيتغير بس السكيل ثابت. ليه؟ لان في حاله زي اللي احنا عمالين نعملها دي اللي بيتغير هو حجم الموديل بغض النظر عن الاكسس. الاكسس ما بتتغيرش، تمام، ما بتكبرش. لكن بصوا كده في السكيل، لو احنا عملنا كده او لو احنا جبنا الاداه دي، بص نشط لك مين؟ نشط لك الاكسس. ما نشط لكش ده، لا ده انت هتسكيل الاكسس دي. يعني انا مسكت كده اهي الاكسس اللي بتكبر، تمام. بس خلي بالك ان السكيل بياخد مع السايز، السكيل بياخد مع السايز. يعني عموما انا بس حبيت اعرفكم الفرق بين الاثنين، بس هيبان في الداينامكس اكتر، وهقول لكم ليه هيبان في الداينامكس. لان السايز دايما ريدابل، داينامكس بتقراه والبارتكل سيستمز بتقراه، اما السكيل لا. بدليل لو انت جيت عملت كوره وعملت انيميت للسكيل بتاع السكيل مش الراديوس، للسكيل بتاعها، والكرة دي لما تكبر مثلا تخبط في شوية مكعبات فتودي كل واحد فيهم في ناحية، تعال اعمل الحركة دي واعمل بلاي، هتلاقي الديناميكس ما اتأثرتش ولا مكعب من المكعبات خبطت. ليه؟ لأن السكيل بيبقى على المحاور، هو مش قاري ده، هو مش شايف الكتلة دي، هو شايف المحاور، والديناميكس ما بتعملش مع المحاور. أما لو أنت اشتغلت على الراديوس أو اشتغلت على السايز وعملت له انيميت، في الحالة دي الديناميكس هتشتغل. ليه؟ لأن دايما السايز ريدابل اما السكيل لا. مش موضوعنا، بس عموما بمناسبه الكلام عن الادوات نيجي لهنا اللي بعدها اللي هي الروتيشن. طبعا هنا الروتيشن على واي، خلي بالك هنا الروتيشن على اكس. بص كده للمحور لمركز الدوران، ده كده انا بلف حوالين مين؟ حوالين الاحمر، يبقى انا كده بلف حوالين اكس. ده كده بلف حوالين مين؟ حوالين الاخضر، يبقى انا اللي هو ده، يبقى انا كده بلف حوالين واي. ده كده بلف حوالين مين؟ حوالين ها زد اللي هو الازرق. ده بالنسبه للروتيشن. جنبك الاداه دي هي بتحوش اخر 8 ادوات انت اشتغلت عليهم. نيجي هنا بص كده، لو انا عملت ده كده، طب انا عايز اخلي ده، عايز ازقه كده على طول. بص كده لو انا جيت عملت الموف تول، مش عارف يعني، طب انا عايز ازقه كده، طبعا المحور رايح في داهيه، المحور هيوديني كده، تمام ماشي. مش المحور اللي بيدخل على عمدان الرمايه، لا المحور اقصد الاكسس بتاع زد. ليه؟ لان الاكسس ده مشاور هنا كايه؟ كلوكال. يعني ايه؟ يعني لوكال ده معناه ان من اما الاوبجكت يلف الاكسس ده بيودي في الاتجاه اللي الاوبجكت لافف فيه. يعني انا لو انا جيت عملت كده وجيت رجعت تاني كده، زد اتعدل لان الاوبجكت لف. طب انا مش عايز كده، انا عايز الاوبجكت يلف زي ما هو عايز، بس الاكسس تفضل بالورلد كوردينيتس. يعني ايه الورلد كوردينيتس؟ يعني الاكسس تفضل، بصوا كده زي ما هي مرسومه على الارض، اكس واي فوق زد كده، الاوبجكت بقى لف يمين لف شمال عمل اتشقلب في السين، الاكسس ملهاش دعوه، الاكسس هتفضل ثابته كان الاوبجكت كده بيلف من تحتها. ففي الحاله دي اقدر احركه مكان ما انا عايز. طب انا عشان اقلب على النظام ده، طول ما انت شايف الكيوب ايكون والسهمين دول، معنى كده انك انت على اللوكال كوردينيتس. اما لو انت ضغطت كده بقيت على الورلد كوردينيتس. بص ادي عام زد وادي اكس وادي واي والاوبجكت لسه متشقلب
زي ما هو، لكن الاكسس ملهاش اي دعوه بالكلام ده. بعد كده نيجي للزرار ده اللي هو بنسميه الفيو بورت رندر، وده لو انا عايز اشوف النتيجه النهائيه بتاعه شغلي او برندر كل شويه تيست رندر كده اشوف الدنيا وصلت لغايه فين. لو انا ضغطت عملت كده هيعمل لي رندر للاوبجكت. طبعا الكلام ده لو انت حاطط بقى لايتس وماتيريال بتبقى الدنيا مختلفه عن كده. اما يعني ده تيست رندر، اما ده فده بنسميه الفاينل رندر، ده بنسميه البيكتشر فيور رندر. من هنا بطلع الرندر النهائي اما كصوره او كموفي، هتكلم عليه في حينه. اما هنا عندي الرندر سيتنجز، ودي بقى الكلام فيها هيبقى لبكره خلاص، بس دي هتبقى في محاضره لوحدها اصلا. هنا انا عندي الاوبجكتس، دي بنسميها ضغطه طويله كده بيطلع الاوبجكتس اللي عندي كلها، دي بنسميها البريميتيفز او الجيومتريز، اي واحده في الاثنين تنفع. بريميتيفز اللي هي الاوبجكتس الاساسيه، او جيومتريز بمعنى تاني اللي هي الاوبجكتس اللي ليها كتل. يعني سواء قلت لك كلمه جيومتري او جيو، او سواء قلت لك كلمه بريميتيف، هما نفس المعنى. طبعا كل واحد من دول الخواص بتاعه مش هنتكلم عليهم كلهم تمام، بس الخواص كلها متكرره خلاص. يمكن هتكلم بس على الحاجات اللي فيها خواص مركبه شويه زي الاويل تانك والكبسول تمام، وناخد معاهم البيزك اللي هو الكيوب، والباقي كله زيهم. الاوبجكتس دي ليها كتله زي ده كده، فلو جيت عملت رندر هيترندر معايا عادي. اما اللي جنبها على طول دي بنسميها السبلاينز، في الماكس اسمها اللاينز، سبلاين لاين هم ولاد عم تمام. فالسبلاينز هي عباره عن خطوط، طبعا خطوط ملهاش كتله فاذا ما بتبانش. فيما معناه ان لو خدت البنتول، ودي من الاختراعات العظيمه بصراحه في سينما، جيت عملت كده مثلا رسمت حته خط تمام بالشكل ده كده، وجيت عملت كده ولا الهوا، ما بيبانش في الرندر. هتقولي طب امال هو فايدته ايه يعني لما بيبانش؟ لا فايدته كبيره قوي، دي احنا ثلاث ارباع شغلنا اصلا هيبقى بادئ باوله سبلاين. نيجي بعد كده هنا لحاجه اسمها الجنريتورز. انا يهمني بس في المحاضره دي تعرف اماكن الحاجه، تعرف الاسامي، تعرف المصطلحات، علشان لما نيجي نبدا بيزك بروجكت يبقى المصطلحات دي امرها منتهي. دي بنسميها الجنريتورز، كل واحد فيهم بيعمل وظيفه معينه. وعلى فكره الجنريتورز دول كلهم بيشتغلوا على السبلاينز الا ده، ده بقى مش عادي يعني، ده بمعنى تاني ده بيعمل السموز، انا بس بيعملها بطريقه مفتريه شويه. لكن الليث والسويب والاكسترود واللوفت والبزير كل دول بيحولوا. يعني مثلا لو جبت سبلاين زي ده ورحت جاي ضاغط هنا ومنزل اكسترود اوبجكت وسحبت السبلاين جواه، ها اداله ايه؟ اداله كتله تمام. وهكذا في باقي الجنريتورز. خلي بالك ان الجنريتورز دي بتشتغل على السبلاينز. اما دي فبنسميها الاوبريتورز. الاوبريتورز اللي هي حاجات كتير قوي يعني، دي اري بتكرر، السبلاين ماسك، ميتا بول، اتوم اري، كونكت، سيمتري، بول، انستنس، مش هنجيلها بايثون جنريتورز. المهم كل الكلام ده هنتعامل معاه تمام. فاي حاجه فيها اوبريشنز او اي حاجه فيها حاجات بتطرح من حاجات او حاجات بتندمج مع حاجات او الكلام ده كله بتبقى من الاري. اما هنا فدي الموديفايرز، ودي بقى دورها كبير جدا 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 في الموديلنج او حتى في شغل الشيبنج او حتى في شغل الداينامكس، ليها شغل كتير قوي 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 في الدنيا بتاعتنا. اذا دي هي الموديفايرز. اما دي فبنسميها الانفايرمنتس، ودي بننزل منها السكاي او الفلور او الفيزيكال سكاي، كل الكلام ده هنتكلم عليه في حينه. هنا الكاميرات، وفي انواع كتيره جدا من الكاميرات دي، ودي ميزه حلوه جدا في سينما على فكره انه في فرايتي في الكاميرا. يمكن احلى كاميرا هستخدمها الكرين كام، جميله جدا تمام، والموشن كام والكام، بصراحه هم كلهم حلوين يعني. هنا اظن واضح اللايتس تمام، لو حبيت اكريت لايت
هكريت لايت تمام، وجيت عملت ريندر هشوف الدنيا مختلفه تماما بقى عن الريندر اللي كان في الاول. طبعا مش عايز اقول ان كل اللايتس خاصه واحده تمام، الفرق في الفولوف، يعني الفولوف شكل الاضاءه على الاوبجكت هو ده اللي هيفرق، برضو هنجيله في حينه. لو انتوا لاحظتوا ان اي اوبجكت بينزل بينزل هنا المساحه دي بنسميها الاوبجكت مانجر، بمعنى نزلت اوبجكت 2 3 4 5 6 500 كلهم هينزلوا هنا تمام. كل اوبجكت هتضغط عليه هيجي في الجزء اللي تحت ده، ده اللي احنا بنسميه الاتريبيوتس مانجر او الجزء بتاع الخواص. جزء الخواص ده انا عندي فيه 3 تاب اساسيين والباقيين بيتغيروا على حسب الاوبجكت. يعني مثلا انا نزلت هنا سلندر، ده كيوب، دي سفير. بص سلندر له كام واحد، الكيوب له كام واحد، السفير زي الكيوب. بيزك ده ثابت، كوردينيتس ثابت وده اللي بيتحكم في بوزيشن سكيل روتيشن. نخلي بالنا ان روتيشن في مش عارف اشمعنى دي اللي سايبينها مقلوبه، اتش بي بي اللي هي هيدن بيتش بانك لان سينما الماني اصلا. فهقلب بس الاوردر للاكس واي زد، اوعى تقلب الاوردر ده بعد ما تكون عملت انيميشن تمام، لان ده اكس في النص، اكس واي زد الاوردر ده، اما ده اكس فوق. فلو انت عامل انيميشن يا رحمن يا رحيم تمام، فخلي بالك من الاوردر ده. بعد كده اوبجكت على حسب الاوبجكت اللي موجود، بعد كده فونج تاج وده هتكلم عليه اللي هو السموز خلاص، وبرضو ده هتكلم عليه. عندي هنا ده اللي هو التايم لاين اللي هو عدد الفريمز، انا عندي كام فريم، انا بادئ او انا واقف عند فريم كام. لو قلت له هنا 20 يبقى انا واقف عند فريم 20. طب انا العدد الكلي اللي عندي كام، انا عندي 90، لا انا عايز اقول له مثلا عندي 200. طبعا هو قصر السكيل بتاع التايم لاين، فانا بضغط على السهم ده كده وبسحبه بحيث اكبره تمام. انا عندي هنا الستارت من فريم 0، ممكن اقول له انا عايز الستارت من فريم 20، انا كده عندي من 20 ل 200 تمام. لكن طبعا باي ديفولت ممكن اقول له من فريم 0. طبعا دي واضح ان هي دي الزراير بتاعت البلاي، وفريم لورا فريم لقدام. خلي بالك ان في شورت كاتس اف والجي تمام، والبلاي ده باف 8 باللي وستوب اف 8 كده. انا برجع لاول التايم لاين تمام، كده انا بروح لاخر التايم لاين، كده انا بروح لمفاتيح الحركه. طبعا انا مش عامل ايه مفاتيح حركه. هنا الجزء التحتاني ده، ده بنسميه الماتيريال مانجر اللي هو بنعمل فيه الخامات. لو عملنا دبل كليك فبنعمل ماتيريالز اللي هي بنحطها على الاوبجكتس عشان ياخد الشكل النهائي بتاعه. الماتيريالز دي عشان اوصلها للناس اللي مش فاهمه، يعني ايه؟ تخيل انت بتبني شقه، انت بتبنيها على المحاره، تبقى مشكله عشان مش عارفين المحاره اللي هي ايه، اسمنت على الطوب، بعد كده بتبدا تدهنها تمام. هو بالظبط الدهان ده او البويه دي هي دي الماتيريالز. اوبجكت ده كده، الاوبجكت ده على المحاره تمام. بعد كده هنشتغل نقاشين ونعمل احنا هنا ندرب البويه بتاعتنا، وبعد كده نسحب نرمي على الاوبجكت بتاعنا. ده بالنسبه ليه الماتيريال مانجر. بعد كده الزرار او البار اللي في النص ده خلاص، ده البار بتاع الموديلنج سب ليفلز. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي سلندر زي ده، لو انا حاولت ان انا اشكل في السلندر ده مش هعرف. عايز مثلا الوش اللي فوق ده لفه كده شويه، عايز الوش تحت لفه كده شويه، عايز اسلكت حته في النص واطلعها بره شويه، عمري ما اعرف اعمل ده، لان الاوبجكت ده في حالته دي بنسميه بارامترك. يعني ايه بارامترك؟ يعني اخري اشتغل فيه من البارامترز بتاعته، ما اقدرش اشكل فيه. عشان اشكل فيه لازم احوله للوحدات بتاعته اللي هي ايه. لو ضغطنا على الزرار ده بص كده، ده كده في النص بنسميه فيس، ده المود ده بنسميه فيرتكس يعني بشتغل على النقط، المود ده بسميه ايدجز يعني بشتغل على الحواف. دي بنسميها الصب
موديلنج ليفلز، يعني انا بشتغل على الوحدات اللي بتكون الاوبجكت. كده اتعرفنا على الانترفيس، فاضل فيها حاجات بسيطه قوي اقولها المحاضره الجايه، وبعد كده نبدا ندخل على حاجه في البيزك اعلى من كده شويه.